معنا عبر الهواء مباشرة معالي الدكتور خالد الإيراني، وزير البيئة الأسبق، وزير بيئة ووزير طاقة أسبق. معليك مساء الخير بداية. أهلين، مساء النور. أهلين. وصلنا عبر تويتر تعليق لك يقول: يوجد مشاكل أكبر لها علاقة بكلفة التمويل المياه وإدامتها والكلف الأخرى غير المتصلة بشكل مباشر بالمحطة بل بالمنية التحتية. وزير بيئة أسبق، وزير طاقة أسبق، بدي أستوعب أكثر حول يعني هذا ما معنى هذا الكلام توضيحا أرجوك. يا سيدي شكرا أول شيء على الاتصال. باختصار، في كلفة للتمويل يعني إذا عم نحكي عن محطة 1000 ميجا وات زائد 1000 ميجا وات، عم نحكي على كلفة تمويل كبيرة جدا. السؤال هل تتحملها الأردن؟ هاي واحد. في موضوع البنية التحتية، المحطة بحاجة إلى بنية تحتية بالجدوى، بدراسات الجدوى الاقتصادية مش بالضرورة مشمولة فيها، يعني توسعة الشبكة بحاجة إلى شبكة خصوصي حتى تتحمل هذه القدرة، وبالتالي احنا عم نحكي على نص مليار من تمويل إضافي للشبكة. أيضا موضوع المياه، احنا يعني موضوع المياه اللي بنحكي فيه واستدامة المياه، لا يمكن أن نعتمد على خفة التمرة أو نعتمد على مصدر مياه غير مستدام. احنا زرنا محطة نووية في فرنسا، هاي على نهر جاري، ويعني واحدة من التحديات اللي كان يذكرها مدير المحطة انه بخاف مرات ينزل مستوى النهر بعض سنتيمترات بسيطة، وبالتالي في خوف. هاي المحطة بتبخر 3/4 الدي سي، بتبخر حوالي 70 مليون متر مكعب من المياه سنويا. فيعني في تحديات كبيرة غير التحديات البيئية. كلها في التمويل، احنا لما يجي الأردن بحاجة إلى 300 ميجا وات سنويا قدرات إضافية، لما تيجينا 1000 زائد 1000، هذه يجب دراستها، مين بده يشتري هاي مع وجود المحطات الموجودة أصلا؟ هل هنالك بيع للدول الإقليم؟ هل يوجد أوفتيك أجريمنت أو ما يسمى بأوفتيك أجريمنت، اتفاقيات للبيع حتى تساهم في جلب التمويل؟ فيعني يوجد تحديات كبيرة بالإضافة للتحديات البيئية والتحديات الإدارية مثل هذا المشروع. معليك السؤال، مشروع الطاقة النووية في الأردن اليوم هي فقط ملاحظات ذكرتها تحتاج إلى تعديل ومن ثم يتم إنجاز هذا المفاعل، أم أن هذا المفاعل غير ممكن الإنشاء في المملكة بعمومها؟ أنا اللي بقوله أنه لأي بلد الحق في دراسة كافة خياراتها في موضوع الطاقة، والأردن عم بدرس كافة خياراته، ولكن في خيارات متاحة الآن باليد وبالبعد المنظور، مثل الطاقة المتجددة، موضوع استيراد الغاز، الصخر الزيتي، كل هذه الخيارات المنظورة وقريبة المدى أو متوسطة المدى. ولكن احنا لنا الحق أن ندرس هذا الخيار، ولكن أنا بعتقد هذا الخيار، الخيار النووي، في تحديات كبيرة. يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا في موضوع دراسات الجدوى الاقتصادية، وأن لا نرفع سقف التوقعات، يعني مهم أن لا نرفع سقف التوقعات في هذا الموضوع. الإجابة دكتور خالد لم تجبني حقيقة. لا، أنا بقول أنا بجيبك أنا يعني إجابتي أنه لدينا خيارات أخرى قريبة المدى ومتناولة اليد. أنا بعتقد تحديات النووي كبيرة جدا، اللي هي ممكن ما تجعلنا نمشي في هذا الخيار. أشكرك جزيل الشكر وزير البيئة والطاقة الأسبق دكتور خالد إيراني.